الخطأ الحاسوبي الذي جعل بلدا بأكملها تعلن الحرب على شركة بيبسي. في سنة 1992 عرضت القناة الإخبارية الثانية في العاصمة الفلبينية مانيلا فقرة معتادة كان قد تم بثها بشكل منتظم طوال أشهر سابقة. كانت الفقرة تتضمن الإعلان على الأرقام الفائزة بسحب ترويجي ترعاه شركة المشروبات الغازية الشهيرة بيبسي. كان مبدأ السحب بسيطا للغاية، فكل زجاجة بيبسي تشتريها تمتلك رقما مكتوبا أسفل الغطاء، وتعمل كما أوراق اليانصيب أو اللوتو، حيث أصحاب الأرقام التي يتم اختيارها يفوزون بجوائز معظمها صغيرة نسبيا بقيمة قرابة الـ5 دولارات أو بالعملة الفلبينية 100 بيزوس. لكن بين مجموعة الجوائز المعروضة في المسابقة كانت هناك جائزة كبرى بمليون بيزوس، أي حوالي 40,000 دولار أمريكي. وبغض النظر عن كون احتمال الفوز بجوائز من هذا النوع صغير جدا عادة، فالأمور كانت على وشك أن تتغير تماما. فمع الإعلان عن الجائزة الكبرى يوم 25 ماي من سنة 1992، لم يكن هناك فائزان بالجائزة الكبرى كما هو مخطط، بل كان هناك الآلاف من الأشخاص المتدافعون أمام مقر بيبسي بالطبع. فجائزة بقيمة تقارب الـ40,000 دولار أمريكي كبيرة للغاية. وفي الفلبين، حيث كان الاقتصاد متعثرا ومنهار إلى حد بعيد، كانت هذه الجائزة أشبه بحلم للكثير من الأشخاص، فهي حرفيا كافية لقلب حياتهم بأكملها. على العموم، فالجائزة الحلم سرعان ما تبددت كما الكثير من الأحلام. حين كان هناك أكثر من 400,000 شخص يطالب بها بدلا من 2 فقط، وبالطبع في الشركة لم تكن مستعدة لدفع أكثر من 16 مليار دولار كجوائز ترضية لكل الفائزين. طبعا هناك خطأ. ما هي قصة المسابقة هذه؟ تابعوا الفيديو لنتعرف على خيوط المعادلة أو خيوط الإشكالية. منذ أن بدأت شركة بيبسي فعليا قبل أكثر من قرن من الزمن، وهي تواجه تحديا كبيرا جدا، وهو محاولة التفوق على غريمتها كوكاكولا. فعلى مدار العقود، وعلى الرغم من كون الشركة تمتلك مبيعات هائلة للمشروبات الغازية، فهي دائما في المرتبة الثانية. وفي مطلع التسعينيات كانت الشركة تبحث عن أي طريقة تسويقية تسمح لها بالفوز بقلوب الزبائن، وخصوصا في الأسواق النامية مثل الفلبين التي كانت تحتل المرتبة 12 بين أكبر أسواق المشروبات الغازية في العالم. في البداية حاولت الشركة التسويق عبر منتج جديد وهو بيبسي أي إم، التي تحتوي على كمية إضافية من الكافيين، وتم تسويقها كبديل للقهوة الصباحية دون جدوى. لاحقا تعاقدت الشركة مع المغنية الشهيرة مادونا، لكنها اضطرت لسحب إعلاناتها التي تظهر فيها المغنية بعد صرف الملايين نتيجة جدل كبير أحاطها حينها بسبب أغاني تحمل إيحاءات دينية. وفي النهاية استقرت الشركة على فكرة تبدو غير قابلة للفشل، وهو لوتو المشروبات الغازية أو جائزة اليانصيب. ببساطة، وضعت الشركة ميزانية 2 مليون دولار فقط للحملة في الفلبين، وتعاقدت مع شركة مكسيكية لتنظم المسابقة، بحيث تطبع الأرقام بشكل عشوائي على أغطية العبوات، بحيث لا يطبع سوى عدد محدود من العبوات المقرر فوزها لاحقا، أي حوالي 4، 5، ممكن 10. ومع أن معظم الجوائز كانت صغيرة جدا، فقد أثبتت الحملة في البداية نجاحا كبيرا جدا. وخلال أشهر قليلة ارتفعت مبيعات الشركة في الفلبين بنسبة 40% قبل أن يحصل ما لم يكن في الحسبان. الكارثة التسويقية، تابع معنا. كانت الفكرة الأساسية هي أن الشركة المعنية بالتنظيم تقوم باختيار الأرقام الفائزة وإرسالها إلى مصانع الشركة لتطبعها بشكل محدود جدا على العبوات. عندما نقول شكل محدود، يعني وخاصة في الجائزة الكبرى لا يتعدى العشر فائزين عفوا. وفي حينها كان المخطط هو أن الرقم 349 سيفوز بالجائزة الكبرى، وسيكون هناك عبوتان فقط تمتلكان الرقم الرابح، عبوتان اثنان. لكن عند الطباعة حصل خطأ حاسوبي لم ينتبه له العاملون ولم ينتبه له المهندسون، وبدلا من طباعة الرقم الفائز على غطاءين فقط يمتلكان رمزا خاصا لمنع التزوير،
تمت الطباعة على أكثر من 800,000 غطاء للعبوة. يعني من اثنين تم طبع 800,000. وفي يوم 25 ماي أعلنت الفقرة التلفازية للشركة كون الرقم الفائز هو 349. وبالطبع فقد صدم مئات آلاف الفلبينيين من كون الحلم قد بات حقيقة وفي متناول أيديهم مع فوزهم بالجائزة في اليوم التالي. اليوم التالي تجمهر الآلاف أمام مقر الشركة في العاصمة الفلبينية مطالبين بجوائزهم. وهنا دخلت الشركة وضع الذعر، فهي لا تستطيع دفع 16 مليار دولار لحملة إعلانية لم تخطط لتدفع أكثر من 2 مليوني دولار عليها. لذا فقد كان أفضل ما خطر ببال المدراء هو دفع تعويض صغير يقدر بحوالي 20 دولار لكل من يحمل غطاء عبوة مع الرقم الفائز. في البداية تجاوب البعض مع هذا العرض وأخذ المبلغ الصغير كونه أفضل ما يمكن أن يحصلوا عليه، لكن الغالبية العظمى من الفائزين لم يوافقوا على الأمر، فمحاولة تعويض شخص كان يظن أنه ربح ما سيغير به حياته بحوالي 0.5% فقط من الجائزة ليس مجديا حقا. ومن هنا بدأت حرب حقيقية بين الشركة والمتظاهرين الذين سرعان ما بدأوا بالتنظيم وأعمال العنف. حرب المتظاهرين على بيبسي. في البداية كان الأمر على شكل مظاهرات غاضبة من رابحين منددين بعدم حصولهم على جوائزهم. ومع تجاهل الشركة لهم سرعان ما بدأ الأمر يتحول للعنف بسرعة كبيرة. وكانت الأهداف الأولى هي الشاحنات التابعة للشركة بالطبع، حيث أن عشرات الشاحنات تعرضت للقلب والحرق والرجم بالحجارة من المتظاهرين الغاضبين. وسرعان ما تحول الهدف من الشاحنات فقط إلى رمي الحجارة على مقرات الشركة ومكاتبها العديدة في البلاد. مع تزايد أعمال العنف سحبت بيبسي معظم موظفيها غير الفلبينيين خوفا على سلامتهم، كما أن الموظفين الذين بقوا في البلاد كانوا يرافقون بحماية شخصية ومرافقة دائمة خوفا من محاولات الانتقام عبر إيذائهم. ولاحقا تبين أن هذا القرار كان سليما مع انتقال البعض لاستخدام قنابل المولوتوف والمتفجرات اليدوية ورميها على مباني الشركة وشاحناتها. وفي إحدى الحالات تدحرجت القنبلة المصنوعة يدويا لتقتل مديرة وطفلة بعمر 5 سنوات وتصيب أطفالا آخرين. مع الوقت استمرت المظاهرات وأعمال العنف ضد بيبسي خلال عام 1993، حيث رفضت الشركة مطالب المحتجين واصفة إياها بالابتزاز العلني. لكن مع الوقت تحولت الأمور باتجاه القضاء بالدرجة الأولى، حيث رفعت 10,000 من الدعاوى القضائية ضد الشركة. وحتى أن أحد عناصر الشرطة ادعى أن بيبسي هي وراء عمليات التفجير التي استهدفتها. لكن سرعان ما تبين زيف ادعاءاته التي رفضت من قبل المسؤولين. ما هي عواقب الحرب ضد بيبسي؟ مع الوقت تم رفع الدعاوى القضائية ضد بيبسي من قبل القضاء الفلبيني، حيث حكمت المحاكم لصالح الشركة بكونها غير ملزمة بدفع أي تعويضات، مما أدى لخسائر كبرى للبعض ممن كانوا قد بادروا بشراء أغطية تحمل الأرقام الرابحة بأسعار تراوح 15 دولار للغطاء، أملا بكون بيبسي ستستسلم مستقبلا وتدفع الجوائز كاملة. ومع أن الحملة ضد بيبسي كانت قد حطمت شعبيتها لتخسر جزءا كبيرا من حصتها السوقية، وانخفضت حصتها من 28% إلى 17% فقط، فقد عادت للانتعاش بعدها. بحلول عام 1996 كانت الشركة قد عادت للنمو في السوق الفلبينية مجددا. وعلى الرغم من بضعة قضايا مثيرة للجدل، تتضمن إحداها جائزة لمن يجمع 7 ملايين نقطة، هي طائرة مقاتلة حربية لم تسلم بالطبع. فقد أثبتت الشركة أنها مصرة على البقاء في السوق الفلبيني، وأن صبرها أطول من صبر المحتجين عموما. واليوم بعد قرابة 27 عاما على الأمر، تعد هذه الشركة أي شركة بيبسي هي واحدة من أكبر الشركات في السوق الفلبينية، حيث تسيطر على ما يزيد عن 30% من سوق المشروبات الغازية هناك. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نرجو أن ينال إعجابكم وأن تقوموا بالاشتراك بالقناة وأن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.